ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من باريس مراسل الغد عمر شاكر. عمر، ما هي آخر المستجدات؟ ما زالت وتيرة أعداد المتظاهرين يبدو أنها في تصاعد في محيط الشانزليزيه، حيث مركز رئيسي للتظاهر في باريس، لكن التظاهرات في عموم فرنسا بشكل عام تشير الإحصاءات إلى خروج الآلاف حتى هذه اللحظة، نحو 5000 في محيط الشانزليزيه. عدد من الاعتقالات وصلت لأكثر من 100 شخص، وهناك مصابون بنحو 60 شخصا بينهم عناصر من الأمن. كذلك السلطات الأمنية ما زالت أيضا تستمر في التصدي لما تسميها بالعناصر الفوضوية الذين يشعر أمام هذه القوات القنانين الحارقة والزجاجات الحارقة، لكن الشرطة تستمر في إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة لصد هؤلاء المتظاهرين. لكن أيضا هناك في المقابل عدد من المتظاهرين الذين لم يشتبكوا مع أجهزة الأمن ورفعوا شعارات ومطالبات أبرزها هو إلغاء الضرائب المفروضة على الوقود، وهو ما أدى إلى يعني سبب احتجاج العديد من الفرنسيين فيما بات يعرف باحتجاجات السترات الصفراء. هم يريدون رفع الأجور المعيشية، كذلك يريدون إلغاء الضرائب التي فرضت على أسعار الوقود. نعم. على مدار هذا اليوم ربما تستمر هذه التظاهرة حتى ليلا كما يصر عدد من المتظاهرين الذين تحدثنا إليهم. نعم عمر، هل صدر أي بيان رسمي من طرف الحكومة؟ وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستينير تحدث عن وجود 1500 عنصر فوضوي أو مشاغب كما أسماهم في محيط الشانزليزيه، وهناك 200 متظاهر سلمي على حد يعني تعبير وزير الداخلية الفرنسي. حتى هذه اللحظة بيان رسمي حول العدد الكامل للمتظاهرين ربما لا يوجد في هذه الأثناء، لأن هناك وتيرة متصاعدة لهؤلاء المتظاهرين ومن الصعب أيضا إحصائهم في نهاية المطاف. هذه تبقى أرقام تقريبية. كما ذكرت ما زالت المظاهرات وما زالت الاشتباكات مستمرة في هذه الأوقات وفي هذه الأثناء، وستدوم حتى ليل هذا اليوم كما صرح عدد من المتظاهرين. في نهاية اليوم ستتضح الصورة أكثر حول أعداد الاعتقالات، أعداد المصابين، وأيضا أعداد المتظاهرين الذين يريدون إثبات وجودهم في الشارع الفرنسي بعد موجة احتجاجات استمرت لنحو 3 أسابيع. نعم، كيف أثرت هذه الاحتجاجات على حركة المرور في العاصمة؟ وهل من طرق ومحطات تم إغلاقها؟ في محيط التظاهر هناك إغلاق كبير للشوارع المؤدية إلى قوس النصر المؤدية للشانزليزيه، إغلاق واضح وإجراءات أمنية مشددة. كذلك تجري عمليات تفتيش للمتظاهرين الداخلين إلى هنا. هناك أيضا نصائح قدمت من الأجهزة الأمنية وقدمت من يعني الأجهزة الأخرى حول للسائحين للمسافرين بضرورة يعني أخذ المزيد من الوقت قبل الذهاب إلى المحطات والمطارات الرئيسية في العاصمة باريس، لأنه لا شك أن حركة المرور تأثرت بهذه التظاهر. اليوم يوم السبت هو يوم عطلة، لا يوجد دوام رسمي للموظفين الرسميين، لكن الحركة السير تأثر بها من هو يريد الوصول إلى الشوارع الرئيسية في باريس أو المحطات القطارات الرئيسية.